والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني لا يستطيع أي ليبي أن يقاوم تعريجة حول ما انتشرت كالنار في الهشيم، قضية تقريبا واحدة من المغنيات وكذا تتحدث بصيغة لا علاقة لها لا بمجتمعنا، لا بعادات، لا بتقاليد، لا حتى بمجتمعات أخرى غير مسلمة. سؤالي بسيط جدا وبصراحة، يعني قبل أن أنسى، يعني قبل أن أنسى، استجابة وهجوم الناس على ذلك الحدث اللي تحدثت فيه السيدة هذه على أمور يعني حتى بعيد على الأطفال، بعيد على المراهقين، بعيد على كذا، لا يمكن الإنسان يتحدث عليها. يعني يجيبوا صاحب حذايا وحده صغاري، وهالقضايا هذه اللي سمعتوها تقريبا. الأمر أريد أن أقول الآتي، يعني أريد أن أقول الآتي أولا قبل مرة ثانية قبل أن أنسى، عذرا كدت أن أنسى، يعني استجابة وهجوم على هذه اللقطة فعلا مؤشر خير للوطن، يعني مؤشر خير جدا جدا جدا. يعني دائما الخير غالب في ليبيا والحمد لله، في المجتمعات الليبية كلها على فكرة الخير غالب، لكنه هادي هادي، لا ينتفض إلا عند وصول حد معين من تجاوز أمور ما في بلادنا. هو يعني حقيقة بشرة خير، الأمر لم يمر بسهولة. هذه اللقطة ليس هجوم على السيدة في حد ذاتها، تمام، لكن هذا الكاتب اللي كتب أغنية كيف هذه مثلا، وهذه السيدة اللي غنت هذه الأغنية، بالله عليكم هل يمكن أن تجمعوا أطفالك وخاصة والكتب القصص الإباحية، ما تسمى بالقصص الإباحية، يكتب كتب وقصص إباحية وتنتشر في الأوساط التي تتقبلها؟ لكن نسأل هذا الكاتب الذي كتب تلك القصص الإباحية أو مثل هذه الأغنية، أن تجلس مع أمك وأختك وخالتك وأبنائك وتسرد هذه القصة لهم، تلقى القصص اللي حتى الشيطان نفسه يغطي منه وجهه كما نقوله في المثل الليبي. هل أنت قادر أنك أنت تأخذ هذه القصة وتجلس مع أسرتك، زوجتك وبناتك وخواتك وأبنائك في سهرك بعد العشاء تحكي لهم على القصة اللي مش حديرها طبعا، لكن بنات الناس وأولاد الناس معلش، فليفسد المجتمع، لكن أنا ما نقراش إلا كذا. هذه قضية أخرى أود يعني أن أقول مرة ثانية، إفساد الآخرين معلش، لكن أنا ما تفسدوا ليش أسرتي. الشيء اللي أنت ما تقدرش تدير لنفسك كيف تدير فيه لأبناء الناس ولمجتمعك أصلا، لمجتمعك بصفة عامة؟ من أجل ماذا لا أدري؟ شهرة؟ من أجل الله سبحانه وتعالى أعطاك رزق، أعطاك قلم، وظفه في قصص، وظفه في روايات، وظفه في شيء يحيي قيم، يجذب القارئ، يعني يغير في الإنسان، يغير من سلب إلى إيجاب، مش من إيجاب إلى السلب. هذا الرزق اللي أعطاه لك سبحانه وتعالى هذا القلم، سواء كاتب الأغنية، واللي أدت الأغنية أيضا أعتقد واضح جدا. شفت أحد الأخوة منزل مقطع قاصده قصد، يعني ما هي في مغنيين ومغنيات يغنوا اغنيه ما يعرفوش حتى شنو معنى الكلمات، لو تقول له شنو معنى الكلمه وماذا تقصد، ممكن مطربين كبار اخرى، ممكن حتى جمل وقصائد معقده ما تعرفش معناها ولا تبالي، المهم ماشي مع اللحن والكلمه وتغني، تمام. لكن هذه السيده هدأت الاخت اللي طبل هذه ولا لا؟ هدأتها، تريد ان تتاكد انها ستسمحهم الجمله القادمه، في شيء قصد يعني. حتى ذكرت لهم هل في من معترض؟ هل في حد قال لا؟ يعني كما تقول انت كانك مخططت لها اللحظه هذه. غير وحده مغنيه هبله تغني في كلام ما تعرفش معناه. تمام، فاسال الله سبحانه وتعالى السلامه والهدايه لي ولها وللكل باذن الله سبحانه، ومجال مجتمعنا في خير ان شاء الله لا يخاف عليه بسبب هذه الاشياء هذه يعني. انتفاضة كويسة ضد هذا الأمور، محاسبتها، اعتقالها، مش عارف انظر شنو، هذا أمر آخر، ونحن يجب أن نحارب هذه الظاهرة، تمام. وزيدها بزيد كما ذكر الكثير من الإخوة، آيات قرآنية موجودة في الصالة، ومن الحضور في العرس؟ من اللي يحضر؟ ابنيات صغيرات، أطفال، مراهقات، يعني سيدات، أمهات، إجدادات، نغادي، يعني ما فيش عرس محصور في شيء معين. والقضية عالمية، هي تعرف الآن كل حاجة بالتصوير وباليوتيوب، بالتأكيد حتطلع هذا الموضوع. أسأل الله سبحانه وتعالى مرة ثانية الهداية لنا جميعا. بعض الأخوة اللي في شكل شيوخ، يعني أنت تخش وتدور على موضوع يصدمك في الفيس ولا في الواتساب ولا انظر وين ولا في الانستغرام،
مصيبة سوداء. الشيخ يقول يرسلون أبنائهم إلى الأزهر ويعتقدون أنه بشيوخ يعلموهم القرآن وبيهجموا لك الأزهر، البخاري، الصلوات، أي حاجة فيها ثوابت تمام لها إيجابيات عظيمة في تغيير المجتمع، إيجابيات كثيرة جدا جدا تمام، لازم يهاجموا الأزهر. الشيطان والله ينكر والله أحسن من الكفار، كلمة أقسم بالله قالها أثقل من الكرة الأرضية ضد الأزهر، وكأنها مؤسسة خراب أو وكر فساد أو باعت مخدرات أو قتلة أو كفار، يعني يا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الهيئة شيخ، لكن عرفنا على اللقطة هذه، لقطة شيخ ولحية ولابس كذا لا يعني أنه عالم ولا يعني أنه شيخ، الحمد لله. وعي كبير جدا في المجتمعات الإسلامية الآن، ويتحدث بهدوء وكأنه يعني واثق من نفسه، لكن فيه لقطة، في نقطة ضعف كبيرة جدا لهم جميعا. لا يبدأون بالوعظ ولا الحديث عن ما يريدوا، لا يبدأون بترويج بضاعتهم إلا يهاجمك، لازم يهاجمك ويطلع لك أنك أنت ظالم وضل وفاسد وكافر ونهارك أحرف أسود ومضلل وضلال، ولا لا ولا يأخذ منك، لازم يجيب شيء سلبي حتى يبرر لماذا يقدم في بضاعته. البضاعة جيدة لا تحتاج، البضاعة الخير الطيبة جيدة اللي يرضى عنها الله سبحانه وتعالى والرسول لا تحتاج لأنك تهاجم وتستفز الآخر. واثق من بضاعتك، واثق من آرائك، تقدم تفضل من غير ما تهاجم حد ومن غير ما تشكر حد، الناس ستتقبلها. لكن أنت تهاجم بش آه يا سلام ومظهرك شيخ ومش عارف ندر شنو، تبرر لماذا تقدم بضاعتك اللي هي حتى لو كانت بضاعة مقبولة لن تقبل على الإطلاق عند الناس اللي عندهم الفطرة السليمة، لأنك أنت بدأت بالهجوم على بني آدمين وكذا. وبعدين العلاقة بيني وبينك الإيمان حاجة جوة في القلب، والعقيدة شو تخششني جوة في قلبي أنا، عقيدتي صح عقيدتي غلط، العقيدة الإشعرية، العقيدة الماتريدية، العقيدة الطحاوية، العقيدة الكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما دارش الحاجة، أمرنا بأعمال ديرون تمام. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، العمل يصدق الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر والقضاء والقدر خير وشر، وأركان الإسلام واضحة وأركان الإيمان واضحة، والتطبيق العملي يثبت. إذا رأيتم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان تمام. الناس تحج وتصلي وتزكي وتفطر وكذا، تضلل في سلسبيل عرقهم ليش وخشلهم جو في عقيدتك، فيها نقطة عقيدتك فيها انظر شنو هو يا أخي، مشكره ومشكل الأمر ليس هكذا. هذه أمور محاضرات، ندوات، أمور مادة، كورس في الشريعة في كلية تمام، تناقش هذه الأمور، الأشعري الماتردي والاختلاف بين الطحاوي والكذا والكتاب والسنة، مش في العامة في الناس. يعني أمي مثلا ما تعرفش لحتى إيش معنى كلمة، تقولها أشعري تخطك بعكوز يعني، ولا تخطك بحاجة تحسبك تسب فيها، هل ما هيش مسلمة مش مؤمنة يعني مش كذا. لذلك ما تجوش للناس تجيبوا لهم في أمور كما أنا نجيبك تو نشدك ونبدأ ننزل فيك رياضيات بالضبط، أقسم بالله معادلات التفاضل والتكامل والتقسيم والإحصائيات والمصفوفات، وأنت ما تعرفش شيء عنها بالضبط. هل مش نظلمك يعني؟ مش نظلمك؟ أنت تظلم في الناس، خاش في قلب أنت العقيدة، لا هي العقيدة في القلوب، الإيمان في القلب. شنو أنت خاش في قلبي عقيدتي كويسة مش كويسة؟ مانيش فاهم ولا أني قارئ على أشعري ولا على الطحاوي ولا أني قارئ شيء سيدي هاي. بعدين حاجة ما درس، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعندنا أعمال مكلفين بها بكل سير نتقرب إلى الله وخلص. خلي الإسلام بسيط سمبل جنين، رائع 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 رائع، هذا رقم واحد. منكم الصادقين اللي يتحدث على العقيدة، لكن ممكن هذا اللي يهجم لي الأزهر والبخاري والشيوخ وما تسمعوش هذا غير صحيح تمام. أخذنا وقت والله يا أخي، إذا كان بضاعتك مقبولة قدمها قدمها. في أحد الأخوة كان يعني إعلامي ومش عارف العهد السابق ومسؤول حتى على صحيفة، فتحت الواحد يتحدث عن شنو الخبزة بأربع جنيه ولا مش عارف شنو ثلاث فردات بجنيه وكذا، يا أخي يا لبحان سبحان الله سبحان الله، يعني إن شاء الله حتى المية فردة بخمس قروش بألف جنيه، شنو القضية الخطيرة هذه اللي تناقش فيها؟ وأنت يفترض أن توعي الناس، توعي الشعب يعني على قضايا لها أولويات أكثر. إنسان عنده أسرة ستة سبعة أطفال وكل يوم يجيب لهم مرتين ثلاثة خبزة والله يتذمر معلش، لكن إنسان عنده سيارة تعشي ليبيا مع بعضها وقروات تبي بيجيب 700 فردة خبزة ودخخينة ملبورو وانظر شنو، والنت 24 ساعة والمكياطة نازلة مكياطة قارئة وسندوتشات،
كيف هذا النظام الذي كذا؟ أنت لما كنت مسؤول إعلامي في ذلك العهد، هل قتل لك أخ أو قريب مثلا أو صديق أو جار؟ هل يعني أصيب أحد أفراد أسرتك لا سمح الله بالإيدز؟ هل قتل أو فقد أحد من أفراد أسرتك في تشاد وقتلوا وضايع إلى اليوم ما يعرفوش حتى ميت ولا حي ولا مدفون في الرملة ولا قاعد واخذين رق وعبيد يخدم في تشاديين؟ هل شنق ابنك في جامع أو صديقك أو جارك أو قريبك؟ هل تم الاستيلاء على مصدر رزقك وبيتك اللي بذلت عمر في تأسيسه مثلا؟ كل هذا لا 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 تمام. هل فصلت في الجامعة كنت تقري فصلت فجأة لأسباب أتفه من التوافه؟ هل تم الاستيلاء على بيت من بيوتك إذا كان ربي رزقك ببيوت؟ لا تمام. هل تم سرقة بيتك تحت ما يسمى بقانون رقم 4 متجرك ورزقك ومصدر رزقك أخذ منك وأعطى لليبيئة تاني؟ لا تمام. هل اعتقلت أو اعتقل أحد أفراد أقربائك أو أنت مثلا أو زميل لك تمام؟ هل سجنت عشرات السنين لأمر أتفه من التوافه اللي عند أكلة حيوط السجن عظامك ودماءك وعقلك وطلعت نصف إنسان؟ وكل هذه حدثت لأكثر لآلاف مئات الأسر. هل سقط أحد أفراد أسرك أو قريبك من طائرة مثلا من الحوادث اللي صارت تمام؟ هل اغتيل لك صديق أو قريب في الخارج للرصاص لعند دماء الليبيين تمام انتشرت على أرصفة أوروبا وأرصفة كذا؟ لا أحد يقول لي لا تمام. هل أعدم أحد أفراد أسرك في القطاع العسكري أو المدني تمام بالكيلو بالجمل الإعدامات والسجون والاقتحامات تمام؟ يعني لا أدري. هل تم أنت اعتقالك وتعذيبك وإرهابك وما إليه من أشياء؟ إذا كنت لا 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 وتتحدث لي على العشر فردات بثلاثة جنيه وكذا وانت إعلامي يفترض مثقف وين وكنت مسؤول صحيفة يا رجل، كنت مسؤول صحيفة ولم تتحدث على حقوق الإنسان، لم تتحدث على الدماء، لم تتحدث على أي شيء من كل هذه الأمور، تصمت وتتحدث على الخبزة بثلاثة جنيه وانت جاكتك تجيب توكل بني آدمين خبزة سنتين 60,000 أسرة تمام؟ خلي الناس، أنت الحمد لله لم يصيبك شيء، نسجد لله شكري، خلي الناس اللي أصيبوا بإحدى هذه الأمور وغيرها وما خفي كان أعظم يعارضوا يتحدثوا يتقبلوا ثورة 17 فبراير تمام؟ يريد التغيير يا سيدي، حقوقه. واحد شاف ابنه متطلوع مشنق بين الطلبة في جامعة، ماذا تطلب منا يعني؟ خبزة ما خبزة ومش عارف ندر شنو كم. فإلا أنت عشان تحس بألامي حتى نقعد مواطنين كلنا، إن علمك أنت يا إعلامي لحسب روحك وين؟ تحسب روحك كنت مقعمز مع معمر وأعطيك صحيفة معناها خلاص وصلت؟ أبدا يا ابني، أنت تصريحاتك هذه تدل على فساد النظام السابق. بليز هذه لهاش علاقة بمعمر، تحب معمر تكره قضية ثانية، لكن هذه وقائع تثبت أنك أنت مش مواطن تنتمي للمواطنين ولا للوطن على الإطلاق. أنت لم تحس بألامي وأنا نحس بألامك، كيف نصبح شعب واحد؟ لا أطالب منك تعارض النظام السابق ولا تكرهه ولا تحاربه ولا تدير عليه ثورة، أطالب منك أن تصمت لما الناس تطالب بحقوقها، أطالب منك أن تصمت لما الناس تحزن لشيء حصلت لهم، لأمور لو نحكيها لك يا أخي الجبال لا تتحملها. فبالتالي يعني شوي وعي يا رجل، شوي وعي يعني. السعودية في تصريحها في الحفلات تعريجة أخرى سريعة يبدو يعني تسريع حفلات حفل مجون وصخب والمشهورين في العالم وكأنها عطينها موعد تسليم واجب لازم تجيبيه يوم الفلاني بسرعة، نريدك إفساد المجتمع في خلال ست شهور سنة مش عارف، في ضغط رهيب جدا. حتى الدول الأوروبية اللي عندها الإباحية كيف السلام عليكم عادية جدا جزء من مجتمعهم الإباحية ما يدروش فين يدري فيه بالأهبال. تدنيس هذه البقعة الطاهرة سيعود عليكم جميعا، هذه أولى خطوات دماركم بعد إهانة أصلا تسمية الدولة السعودية على عائلة. يا رجل إنسان ما هو سعودي تسميه شنو اسمك سعودي تمام؟ يعني أنت شنو وين مشيين؟ أنت وين مشكي راهبال هذا؟ را قسما بالله وحدث ضد الإسلام أقسم بالله لم تصلوا إلى معشار معشار ولم ينجح تمام؟ ولم ينجح وكأن سبحان الله هني ومحمد سلمان يقول سنحارب التطرف. شوف الغباء الآخر، مسؤول دولة ملك دولة يقول التطرف، كلمة التطرف الفساد والانحلال تطرف، تطرف في حد ذاته يعني، مش التطرف بس من جهة واحد لابس هني وماسك بندقة وكذا أو فكرة أنظر شنو بعد هذا. فكرة التطرف أصلا مش مصطلح مسلم ولا عربي ولا شيء، جايك من برا فاندمنتاليست استخدمته أوكي، ما هوش حتى من ثقافتك، أنت تتكلم كيف الببغاء قاعد.
ملك يتحدث كالببغاء يقول يود أن نحارب التطرف. تطرف الانحلال، تطرف الانحلال، تطرف الفسق، تطرف الفساد، تطرف أيضا للمجتمعات. سؤال سريع قبل أن أختم أو قبل أن ندخل في المقالات، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما السر الذي يجعل أمريكا تضحي ب 57 دولة إسلامية مقابل كيان محتل من 1948 هو مشاكل يحاربوا فيه وحاربها لم تستقر؟ هذا السؤال يحتاج إلى إجابة. أريد أن أعرج مقالات كثيرة موجودة، لكن فيه مقال ممكن هو اللي نختم به بإذن الله سبحانه وتعالى اليوم. قبل ذلك قضية هانيبال في مقال آخر نشر على موضوع هانيبال، مستجدات حول هانيبال، كل اللي تبيه لبنان مخطئة صاحبة قضية أخرى، تبي معلومات عن موسى الصدر تمام. وأنا كنت دائما نقترح أن السيد عبد الله السنوسي حي تمام ماشي الحال، لكن بعدين لقيت في مقال في أسماء ثانية، في موسى كوسا حي، في سيف الإسلام موجود، في عبد السلام جلود موجود في إيطاليا، في شخصيات كبيرة جدا عاصرت ذلك الحدث، كلموا ديروا معاه لقاء، امسكوهم خذوا معلومات، كان تبوا مثلا هانيبال يطلع ولا لا، وخلص تمام يعني إن شاء الله هني. كل ما يبوه معلومات، ولا أدري لماذا، لماذا الأخوة الليبيين اللي في السلطة الآن واللي يجروا على هذا الموضوع واللي متحمسين له ولا لا، ليش ما تمشوش لهذه الشخصيات تاخذوا منهم المعلومات؟ بقى سيدي افرض في النهايه يقول لك والله معمر قتله مثلا، يعني مثلا خلاص شو بيمسكوا معمر ويقتلوه ويحكموه ولا شو بيديروا له؟ تمام؟ في اتلانتيك كونسل، هذا المقال اخي الكريم اللي بريد ان ابدا به اللي هو لا اله الا الله، المقال لأن الآن في مقالات الأولى من شوية كي وقت ربما خذانا في التعريجات. NATO should be ambitious with its new southern flank strategy. هذه نشرت الأتلانتيك كونسل، يتعين على حلف الأطلسي أن يكون طموحا في استراتيجية الجناح الجنوبي الجديد. شنو يقول هذا المقال؟ شنو يقول؟ سيجتمع زعماء الناتو سيجتمع في قمة الذكرى السنوية 75 لتأسيس حلف الأطلسي تمام؟ ستكون حرب روسيا على أوكرانيا على قمة الأجندة، ومن المحتمل أن تطلق أول استراتيجية للجناح الجنوبي. الجناح الجنوبي اللي هو شنو المقصود به؟ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمام؟ وأيضا الساحل والبحر المتوسط تمام؟ سيواجه الحلف تحديات كبيرة جدا جدا في هذا الأمر تمام؟ وجايب الأسباب ليش الناتو سوف يركز على هذه المنطقة، شمال أفريقيا تمام؟ والشرق الأوسط والساحل والبحر الأبيض المتوسط تمام؟ الحلفاء لديهم وجهات نظر مختلفة في هذا الأمر حول نطاق التحالف، قديش يجب أن نوسع من نطاق هذا التحالف، وحول نقاط التهديد التي تواجه كل دولة. هناك أيضا حدود معينة limits لقدرة الناتو. لماذا أصبح الجناح الجنوبي فجأة مهم؟ ليش ما كانش الناتو معدل عليه من قبل والآن عدل عليه؟ هذه هي الأسباب التي سأذكرها اللي تقول عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسبب دول الناتو أصلا تمام. يقول ما فيش استقرار لماذا؟ بسبب المشاكل السياسية والأمنية والاقتصادية تمام. ويقول الهجرة غير الشرعية، مثلا هاجروا حتى الآن 286,122 شخص في سنة واحدة تمام. بعض الأعمال الإرهابية يقول التي قام بها مهاجرين، وهذا كذب أحمر أسود. أي مهاجر والله مش مهاجر يدير جريمة، هذا مجرم خوذة وحاكمة وحبسه، وكان قتال لقتل على حسب قوانين دولتك، يعني تقول حاجة إرهابي إرهابي كلش دقيقة إرهابي. بعدين يعني قضية غزة فضحت الجميع، فضحت الجميع، فضحت الإرهابيين الحقيقيين تمام. يواصل هذا المقال الأتلانتيك كونسل في سرد أسباب تركيز الناتو على القطاع أو على الجناح الجنوبي من العالم، مما يثير مخاوف أمنية، يعني هذا الإرهابي المهاجر دار عملية إرهاب علينا تمام. لو تجمع كل اللي داروه المهاجرين في الدول الأخرى ما يجنش جرائم اللي دارتها إسرائيل في 5 ثواني،
مش في غزة بس، من 1948، تمام؟ لماذا لا تكون هذه المخاوف الأمنية على ليبيا أيضا؟ هذا تساؤل مني مش في المقال. أنتم خايفين من المهاجرين يجوكم، على اعتبار أحد أسباب ليش الناتو بيركز على الجناح الجنوبي، يفترض كما يقول الأتلانتيك كونسل أن في مهاجرين حيجوا ويدرون جرائم، وفي نفس الوقت تقولوا لا خل المهاجرين في ليبيا، يعني كان دورنا احنا جرائم، معلش ما فيش اشكاليه يعني. وهنا ليش نقول الاسباب المشاكل في الشرق الاوسط وفي شمال افريقيا من الاتحاد الاوروبي ومن دول الغرب؟ لماذا؟ حلولهم دائما مفتوره، دائما الحل براغماتي، لبراغماتي المنفع، براغماتيزم. لازم حاجه في مصلحه الاتحاد الاوروبي، تمام؟ وليس من الشرط ان تكون في مصلحه الدول الاخرى. وهذا هو بيت القصيد، حلول مبتورة يحلوا في الظواهر ما يحلوش في عمق الإشكالية على الإطلاق. وتفضل يتابع المواطن، يتابع كل القضايا اللي تحارب فيها الاتحاد الأوروبي، تلقاه الحل اللي بيفرضه في مصلحته وليست في مصلحة الطرفين. لو فكروا فقط في أي حلول في مصلحة الطرفين لحلوا المشاكل بأكملها، تمام؟ فيقول لك والله خطر علينا، خطر علينا، تمام؟ والاتجار بالبشر السبب الآخر، يقول خايفين على التجار بالبشر، يوم ينتهي والله. والمواد المهربة بها، يعني أهل غزة ما همش من البشر، يا اتحاد أوروبي يا نيتو، يعني أهل البشر الآن ما همش منهم مثلا، هذا أحد الأمثلة يعني. ويقول أن هناك عواقب اقتصادية حدثت، وهذه ممكن صحيح، يعني أوروبا خففت وارداتها من النفط والغاز من روسيا، هذه نقطة مضبوطة، وزادت من وارداتها من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فأصبح للشرق الأوسط أهمية كبيرة، لأن ما عادش تأخذ من أوروبا، من روسيا أوروبا من، تمام؟ تأخذ في الغاز، أصبحت وكثرت من الغاز ومن النفط من ليبيا والعراق والسعودية والجزائر وقطر، تمام؟ أصبحت إذن أهمية لهذه المنطقة، ماشي الحال؟ أيضا تهديد التجارة البحرية، تهديد التجارة البحرية. المنطقة أصبح فيها تهديد للتجارة البحرية. أريد أن أسأل سؤال، لماذا كل هذه المشاكل؟ من سياسات الناتو، من سياسات الغرب، حتى تدخل الناتو في دول تجي تتدخل تفركس البيع، تقربع، تدير تبيع وتطلع، ما فيش ما بعد ذلك، ما بعد التدخل صفر، لا يوجد سياسة ما بعد التدخل، حلول مبتورة، تدخلات غير مدروسة، خطوات ما بعد التدخل ضعيفة جدا جدا أو غائبة، أو غائبة تحقق مصلحة طرف ثاني. بعدين يجيب السبب الرئيسي اللي أنا أعتقد أنه السبب الوحيد الحقيقي، اللي هو يا توريد الغاز. السبب اللي جاي هذا هو كل ليش الناتو بيركز على الجناح الغربي من العالم، اللي هو مرة تانية شمال أفريقيا والشرق الأوسط والبحر المتوسط والساحل، اللي هو سلوك روسيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة الساحل، تمام؟ يعني مجموعة الفاغنر وتغلغل روسيا في أفريقيا، الكل الآن عارفينه. في مقال آخر اليوم، ماذا تستفيد روسيا من تدخلها في ليبيا؟ ما هي فائدة تدخل روسيا في ليبيا؟ مش حنقدروا طبعا مش حنقدروا نغطوه هذا المقال، لكن إحداهما أن بشكل الفيلق الأفريقي في ليبيا يصبح رأس حربة للتغلغل داخل أفريقيا، وأن هناك قاعدة منها ذكر المقال قاعدة الجفرة، مش حنصلوا للمقال اليوم، أشار لي السيد الكريم المخرج بانتهاء وقت الحلقة، من الجفرة هذه كمحطة لداخل أفريقيا، تأتي الطائرات من روسيا محملة بما هو باللي هو أسلحة وبني أدمين ومش عارف شنو ومرتزقة وما، ومنها محطة ثم تنطلق داخل أفريقيا من الشرق الأوسط وبوركينا فيسو والنيجر والأشياء اللي دارت فيها روسيا انقلاب، تمام؟ عبر هذا الأمر تتحصل روسيا على نفوذ، تمام؟ فهذا هو السبب الرئيسي أعتقد. كل الأسباب السابقة مجرد غطاء اجتماعي سياسي دير روحها باش تبرر تدخل الناتو في جناح أجنبه. هو متدخل على كل حال، متدخل على كل حال، بس بيزيد. مرة ثانية في مايو سيجتمع قادة هذه الدول، يجتمعوا ويحددوا الاستراتيجية الجديدة. إيطاليا وإسبانيا في اختلاف بين أعضاء الناتو، اختلاف حول هذا الأمر. إيطاليا وإسبانيا قالت لك لما تقعد مضطربة البحر المتوسط حتؤثر فيها، أشار إليه السيد المخرج الكريم مرة أخرى بانتهاء وقت الحلقة. في لقطة بسيطة ذكرها بايدن، قال سأحارب الأنتسيماتيزم، سأقاتل ضد السمية وكذا، إن شاء الله يا سيدي تقاتل ضد السمية،
وضد الباقي العالم يعني. أنا أسأل سؤال آخر، سألت سؤال سابق، وأختم حلقتي بسؤال بسيط جدا: هل يجوز لرئيس دولة كيف أمريكا أن ينتمي إلى جماعة قال أنا صهيوني؟ قال أنا صهيوني ووالدي قال لي مش لازم تكون يهودي حتى تكون صهيوني. فالأمر يريد تحقيق، هل يستطيع رئيس دولة يملك توجه معين يتفاعل قراراته وأفعاله ضد العالم حسب هذا التوجه أم لا؟ سؤال أحتاج إلى إجابة. نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى حديثنا حول أمور وطننا والعالم الإسلامي بإذن الله في حلقتنا القادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.